مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نجدد التواصل بكم والترحيب دائما مع انطلاقه شوط الختام وشوط الوداع بهذا الصباح الجميل، شوطنا العشر الذي انطلق قبل لحظات قليله والمخصص للابكار لسن الحقائق والمسافه الأربعة كيلومتر، رحلتي وانطلاقتي هذا التحدي وهذا المسار الجميل، ويحمل في طياته وفي كشوفاته أسماء لامعة بهذا العالم الساحر، عالم الأصالة والتراث. أتابع البداية، أتابع مهمة مع المركز الأول محمد بن سلطان بن محمد العرياني، يقدم مهمة باسمها الجميل وهي مكلفة بمهمة هذا المسار وهذا التحدي الجميل. أنتقل مباشرة إلى المركز الثاني، الشاهنية متواجدة والمملوكة لمحمد بن سلطان بن رشيد السويدي مع المركز الثاني. المركز الثالث العبور متواجدة مع شعار الوهيبي والمملوكة لحمود بن صبيح بن محمد الوهيبي مع العبور على المركز الثالث. المركز الرابع حشمة متواجدة، سالم بن سعيد بن سالم المسافري يقدم حشمة على المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وجود يا وجود علي بن سعيد الرايحي العليلي يقدم وجود على المركز الخامس. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى المتواجدة على مقدمة هذا المسار وهذا التحدي الجميل والمثير. توجد أسماء خلف المراكز الخمسة التي ذعناها عليكم، ترقبوها بالكيلو الأخير، كيلو المفاجآت وكيلو الاختبار والامتحان. نعود مع المقدمة، نعود مع المركز الأول مشاهدينا متابعينا الأعزاء، والتغيير اللي جرى وطرى على مقدمة هذا المسار، حشمة مع المقدمة، حشمة في مقام الحشمة، سالم بن سعيد بن كاسب المسافري مع المركز الأول مع الصدارة الأولى بكل قوة وإثارة ومتعة على الصدارة، يقدم حشمة بن كاسب المسافري مع الصدارة الأولى. المركز الثاني مهمة متواجدة مع شعار العرياني محمد بن سلطان بن محمد العرياني مع المركز الثاني. المركز الثالث الوهيبي متواجد مع العبور حمود بن صبيح بن محمد الوهيبي مع المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وجود متواجدة علي بن سعيد الرايحي العليل على المركز الرابع. المركز الخامس أشوف القدوم والاندفاع من جبارة في هذه اللحظات، محمد وسيب سهيل بن كلثم الخيالي يقدم جبارة على المركز الخامس. أول ندى لهذا الشعار ولهذا الاسم، خمسة مراكز متواجدة مشاهدينا متابعينا الأعزاء على المقدمة وعلى الريادة. نصف المسافة قطعناها للتذكير للمشاركين والمتواجدين برحلة هذا الانطلاق وهذا التحدي الجميل والمثير. نعود مع المقدمة، لا زال بن كاسب مسيطر على زمام الأمور، مسيطر على قيادة هذا المسار الجميل وهذا التحدي الجميل والمثير مع حشمة، وهي حتى الآن في مقام الحشمة في مقام الريادة. سالم بن سعيد بن كاسب المسافري يقدم حشمة على رأس حربة هذا المسار وهذا التحدي الجميل والمثير. ولكن حذاري حذاري يا بن كاسب، حذاري من مهمة المتواجدة على المركز الثاني، محمد بن سلطان بن محمد العرياني مع المركز الثاني. المركز الثالث الخيالي بدأ يتقدم مع جبارة محمد وسيف بن سهيب الكلثم الخيالي على المركز الثالث. المركز الرابع أشوف القدوم والاندفاع من خيلة فالح بن محمد بن عبد الله العجمي، أول ندى لهذا الشعار على المركز الرابع. المركز الخامس المركز الخامس، هذه النتيجة
القادم أجمل، الذيب قادمة، مبارك من جمعة بن مغير الخيالي على المركز الثاني، ولكن بن عدال، بن عدال يا سلام، الله الله الله، أصدر التعليمات، عجايب يا عجايب، السلامات معالي الرعبة، الرعبة الرعبة، الله يا بن عدال، أشكرك على هذا الأداء، أشكرك على هذا الإبداع، تهانينا تهانينا، والناموس اللي مالك عجايب، اسعد بن عبيد الجمعة، بن عدال على فوز المركز الأول، والسلام الرعبة سلام. المركز الثاني كان وصول حشمة مشاهدينا متابع سالم بن سعيد بن قاسم المسافري. المركز الثالث كان وصول مشاهدينا متابع الأجزاء. المركز الثالث كان وصول حشمة سالم بن سعيد بن قاسم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعي الأعزاء، نعود ناموس من جد لمالك عجايب سعيد بن عبيد مجموعة بن عديل. أما توقيت الزمن الذي قطعته عجايب وحطمته تحت أقدامها وذهبت السلامات إلى أهالي الرعفة والسيارة مع بن عديل، يستاهل ناموس. ننتظر قطع الزمني من مخرج النقل هذا المهرجان، والشكر دائم لقناة دبي ريسك النقل هذا الحدث التراثي الجميل. 6 دقائق 27 ثانية، 8 أجزاء من الثانية تحت ناموس لمالك عجائب السعيد بن عبيد بن جمعة بن عديل على اقتناص سيارتي الختامي. الصباح الجميل المركز الثاني مشاهدينا متابعي الأعزاء كان وصول حشمة سالم بن سعيد بن كاسم سافري. أما تقطع الزمن 6 دقائق 32 وفاء وتماما وكمالا يستاهل مالك حشمة سالم بن سعيد بن كاسم سافري. المركز الثالث كان وصول الذيبة مبارك بن جمعة بن مغير الخيلي. أما تقطع الزمن الذي قطعته الذيبة وهو مقدار 6 دقائق 32 ثانية، بل وفاء تمام. تهانوا ناموس وتهانوا جميع الفائزين، حيال المكرم في هذا الحدث الجميل، فائز من غفان ليتواصل معك.